ننتحي من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال بعد البث المباشر. طقس بارد نسبيا مساء اليوم السبت، أجواء مثيرة بشوارع عاصمة جهة بني ملال الخنيفرة جوهرة الأطلس المتوسط. كيف هي الأجواء في المدن المداشر في القرى في المناطق ديالكم بطبيعة الحال؟ هل هي نفس الأجواء ديال بني ملال مدن ومناطق جهة بني ملال الخنيفرة؟ على العموم درجة حرارة منخفضة شيئا ما نسبيا في هذا المساء. اثنين وعشرين درجة اللي كتسجل في هذه الأثناء كانت مسجلة بعد زوال اليوم 29 درجة، ومن المرتقب أنها توصل 18 درجة كأدنى مقياس بالليل. نسبة الرطوبة كتجاوز 40% في هذه اللحظات. سرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة. هذه الأجواء هنا بمدينة بني ملال مشاهدينا متابعينا الكرام. أجواء رائعة مثيرة، نسيم وعلي الهواء، رياح في اللحظات كذلك. أجواء أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس بالضبط، بالطريقة المؤدية إلى مدينة مراكش. رياح تتجاوز السرعة ديالها 8 كيلومترات في الساعة في هذه الأثناء. كان مرتقب أنه تنزل زخات مطرية رعدية في مناطق جهة بني ملال الخنيفرة. كما هو الحال والشأن في بعض المناطق الأخرى الداخلية في سلاسل جبال الأطلسين المتوسط والكبير. نأتي الأجواء باردة نسبيا، طقس بارد نسبيا هنا. أتمنى أنكم تستمتعوا معي بهذه الجولة الليلية مشاهدينا متابعينا الكرام هنا بأحياء وشوارع مدينة بني ملال. دائما إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق. دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.